ونعود مجددا إلى موضوع الحادث، حيث تصادمت حافلة تقل معتمرين من السلطنة وهم عائدون من مكة المكرمة عبر طريق خريص بين الرياض ومحافظة الإحساء بالمملكة العربية السعودية، حيث ينضم إلينا في هذه اللحظات راشد بن سالم الحارثي القائم بأعمال سفارة السلطنة في المملكة العربية السعودية بالإنابة. أخ راشد، بداية، هل من حصيلة جديدة حول الوفيات والمصابين في الحادث؟ الحقيقة احنا تلقينا النبأ بالحادث في منتصف الليل، وكانت اتصالات، وفي الصباح الباكر علمنا بوجود وفيات. استقر الحال على وجود 9 وفيات بمشيئة الله وقدره وقضاءه. تم التعرف فقط على 3 وفيات، والبقية لم يتم التعرف عليها للأسف، لحالات فقدان الهوية شدة الحادث. إذن ثلاث حالات تم حتى التعرف الآن تم التعرف على عليها، هويتهم، على هويتهم، أما بقية وبقية الوفيات لم الحالات من يتم التعرف. المتوفين لم يتم التعرف عليهم إلى الآن. أيوة، اللي هو حالات الوفاة 9 أشخاص حتى الآن، ولربما توجد حالتين أخريتين، لكن الأمر غير مؤكد حتى الآن. طيب، كيف تسير؟ وفي نعم، 7 حالات نساء كانوا في المستشفى وخرجنا وحالتهم مستقرة، 7 نساء. 7 نساء خرجن من المستشفى وحالتهم مستقرة، ويوجد أيضا 13 حالة في حالة عناية مركزة. طيب، بما أنك ذكرت هناك عدة حالات لم يتم التعرف على هويتها، كيف تسير الجهود لمتابعة المصابين وأيضا التنسيق مع مختلف الجهات؟ احنا نتواصل مع السلطات ومع المستشفيات، لأنه الحالات موزعة على 7 مستشفيات في منطقة الإحساء. وطبعا تواصلنا عن طريق أحد الأخوة العمانيين أحمد الجابر، الأقرب إلى المنطقة، تبعد المنطقة عن الرياض 400 كيلو متر. طيب، ويعني حتى نحدد الحالات بما تحتاج من ترحيل وحالات إصابة أيضا، والتنسيق جاري مع الجهات المختصة بالسلطنة بعد إنهاء هذه الإجراءات لترحيلهم بطائرة من الجهات المختصة بالسلطنة. في نشرة سابقة تحدث أحد الأفراد من حملة مشاريع قباء للحج والعمرة عن الحاجة الماسة إلى طائرة لنقل من توفاهم الله في هذا الحادث إلى أرض السلطنة. هل هناك من تنسيق جار الآن في هذا الشأن؟ والله احنا قائمين بالتنسيق مع الجهات المختصة، وما بتقصر، باقي فقط نحن ننهي الإجراءات الداخلية هنا في المستشفى وتحديد الحالات، سواء الوفيات أو الحالات اللي خرجت من المستشفى واللي يمكن نقلها في أسرع وقت إلى السلطنة. طيب، أهالي المعتمرين بالتأكيد أخ راشد في حالة ترقب عن أقاربهم في هذا الحادث، سواء ممن توفوا أو من الذين أصيبوا، وهناك أيضا حسب ما علمنا حالات حرجة. هل هناك قناة تواصل مع أقارب هؤلاء الذين كانوا في نعم، الحادث؟ معظم الأهالي والأقارب على اتصال معنا بشكل مستمر، وحصلنا على القوائم بعض الأسماء اللي وجدت قلناها للأهالي، بالحالات المستقرة والحالات المتضررة الموجودة بالمستشفى، وطمناهم على حالات أهاليهم. طيب، بشكل سريع أخي راشد، بما أنه هناك حالات حرجة، هل تتوقعون لا سمح الله المزيد أو ارتفاع عدد الوفيات؟ والله هذا أمر مقدر بأمر من الله، طالما في حالات العناية تقدر ب 13 حالة، هذا أمر مقلق ولكن نتمنى من الله الشفاء، وتكون الإصابات أقل مما وقعت. نسأل الله لهم الشفاء ونسأل الرحمة للمتوفين آمين آمين، وحسن جميعا. الخاتمة شكرا أخي والصبر راشد بن والسلوان سالم لأهالي إن شاء الله. الحارثي القائم بأعمال سفارة السلطنة في المملكة العربية السعودية بالإنابة، شكرا جزيلا لك.